بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فهي دعوة مردودة غير مقبولة، لا يقبل من الكلام إلا ما قام عليه الدليل، إلا إن كان هناك سند شرعي يستندون إلى صحة ما يقولون. لذلك احنا مر علينا الايات وقالوا لا يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى، تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. الكلام ده لو كان يعني حقيقي فلتاتوا بالدليل على ذلك، فلتاتوا بالسند الشرعي الذي يدل على ما تقولون، لكن هي دعوه زائفه، يعني دعوة باطلة لأنها ليس لها دليل يرشد إلى صحة ما يقولون. لكن ده كلها أقوال، كل ده زعم، يبقى كل ده زعم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، هذه الطريق إلى الجنة هو إسلام الوجه لله سبحانه وتعالى والاستقامة على أمر ربك سبحانه وتعالى. لكن دي كلها دعاوى باطلة، ولذلك يعني أين ذلك الدليل البينة على المدعي؟ يبقى أتى بهذه الدعوة، نقول فلتقم البينة على صحة ما تقول، لكن ما عندهمش سند وعندهش دليل، وبالتالي بقى أنت لا تصدق من الكلام إلا ما كان له ذلك السند الشرعي أو كان له الدليل القائم على صحة ما يتكلمون به. وما أتيناهم من كتب يدرسونها، ما عندهمش كتب قبل كده بتتكلم عن هذا الأمر يعني، وبالتالي كيف حكموا؟ احنا بينا قبل ذلك أن الجن حكموا على القرآن أنه هو الحق من الله تبارك وتعالى. كيف حكموا؟ يبقى من خلال المعايير التي كانت عندهم، يبقى كانوا يعني يؤمنون بما جاء به موسى عليه السلام، وبالتالي لما وزنوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم رأوا أنه خرج من مشكاة واحدة، ولذلك قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يبقى لابد يكون عندهم معايير وزنوا على أساسها ذلك الكلام حتى وصلوا إلى تلك الحقيقة. فيا ترى هؤلاء لما قالوا هذا سحر مفترى، هذا إفك مفترى، وقالوا هذا سحر مبين، وقالوا أنه رجل به جن، هل يا ترى كل ده كلامهم إيه السند على ذلك؟ هل عندهم سند شرعي؟ عندهم كتب سابقة من خلالها درسوها ثم قالوا وطعنوا في هذه الرسالة وأنها ليست بالحق الذي أنزل الله عز وجل على رسوله؟ لا. وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير، يعني ما كانش في رسول سابق إلى كفار قريش وحتى يطعنون في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان عندهم أيضا رسالات سابقة درسوها وبالتالي من خلالها وصلوا أن هذا ليس بحق. ولكن ده كلها عبارة عن افتراءات، كل ده من أجل صد الناس عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى واتباع ما جاء به ذلك الرسول. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما أتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. يبقى لابد أن احنا يعني نستوعب ونتعظ بما حدث للأمم السابقة التي كذبت الرسل، فهؤلاء كذبوا الرسل فكان مآل هؤلاء إلى الدمار والهلاك، وكذلك أيضا مآل هؤلاء إن استمروا على عنادهم وعلى تكذيبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم لم يعطوا من القوة ومن السلطان والجاه كما أعطى الله عز وجل الأمم السابقة، ومع ذلك أخذهم ربنا سبحانه وتعالى أخذ عزيز مقتدر. ذلك لما بتيجي الآيات بتحكي لنا عما حدث مع عاد، تصف لنا هذه الحضارة المدنية التي وصلت إليها عاد، ولكن ما انتفعوا لا بأموالهم ولا بحضارتهم لما كذبوا الرسل وكفروا بربهم سبحانه ولم يقبلوا ذلك الحق الذي جاء به الرسول. فعلى ذلك أمهلهم ربنا سبحانه وتعالى وهم يستمرون على عنادهم حتى أتى أمر الله سبحانه وتعالى، فكان الدمار والهلاك. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد
الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. وكذلك إحنا قرأنا قبل ذلك من قول الله سبحانه وتعالى فأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة. يعني الآيات بتبين كده مدى هذه القوة التي وصلت إليها عاد، يبقى كان يعني لا يقف أمامهم أحد لقتالهم، وبالتالي حتى كان منهم هذا الطغيان وقالوا فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. يبقى ده بيان لقوة هؤلاء القوم وما كانوا عليه من سلطان والقهر، سلطان القهر لغير ذلك. وبالتالي يعني هؤلاء لا يصلوا إلى ما وصل إليه عاد أو ثمود أو ما كان من حال فرعون والأمم السابقة. فهذه أمم كذبت الرسل وكفرت بالله عز وجل، وكان عندهم ما عندهم من هذه الحضارة المدنية ومن ذلك المتاع والمال والأولاد والعشيرة، ومع ذلك أخذهم ربنا سبحانه وتعالى أخذ عزيز مقتدر. يبقى تنبيه احذروا أن تكونوا كأمثال هؤلاء، كذبوا الرسل فكيف كان نكير، كيف كان العقاب، كيف كانت هذه العقوبة على هؤلاء القوم مع ما عندهم من سلطان القاهر والمال والجاه إلى غير ذلك. فأخذهم ربنا سبحانه وتعالى فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. يبقى على ذلك يبقى كفار قريش هؤلاء الذين كذبوا ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما بلغوا معشار ما أتيناهم، أي هذه الأمم السابقة لم يكن عندهم قوة كقوة هؤلاء ولا سلطان القاهرة وغير ذلك، ومع ذلك انظروا بقى إلى الأمم السابقة دي كيف فعل الله عز وجل بهم وما هي الأسباب التي من خلالها كتب الله عز وجل عليهم الدمار والهلاك، حتى نحذر ذلك الأمر. يعني حتى نحذر لما يبقى دي عقوبة نزلت على هؤلاء القوم كنتيجة لتكذيبهم، احذر بقى أن تكذب حتى لا تأتينا العقوبة كما أنزل الله عز وجل على هذه الأمم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذهم أليم شديد فكيف كان نكير. قل إنما أعظكم بواحد أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله هو على كل شيء شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى. يبقى دي نصيحة وموجهة إلى هؤلاء، يعني الإنسان يعطي لنفسه الفرصة ما تتعجلش الأمور، لكن لابد أن تعطي الفرصة لنفسه. قل إنما أعظكم بواحدة، يبقى كده حينصحهم بهذه النصيحة. يبقى دي نصيحة، اسمع النصيحة وقم بتقييم النصيحة، ثم أنت بين أمرين إما أن ترفض وإما أن تقبل هذه النصيحة. ولكن هذا الكلام بعد التفكر، يتأنى الإنسان ويتفكر، لا تقم برد الكلام مباشرة كده دون أن تستوعب دون أن تزن بين هذا الكلام يا ترى صحيح أم يعني هو ليس بالصحيح. لذلك إحنا لما بنقرأ في قصة مؤمن آل فرعون، يعني آل قوم لما أرشد هؤلاء القوم يبقى إياكم كذبا فعليه كذب وإياكم صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم، يبقى بين أمرين هو كذاب ولا صادق. خلي بالنا لو كان كذاب حنعرف الكلام ده، طب لو كان صادق خلي بالنا يأتينا العذاب اللي هو توعدنا به. يسند لنفسه الفرصة، يعني بدل ما يرد هذا الكلام مباشرة كده دون تقييم، قيم الأمر زين هذه الأمور، ثم أنت بعد ذلك مخير في القرار بين إما أن فعلا ده صحيح يبقى نتبعه أو كان خاطئا. يبقى أنت مش أصحاب العقول، لك عقل
ولك أساسا معايير بتزن عليها، يبقى نتأكد من صحة هذه المعايير وبالتالي زن هذا الأمر، يعني لا تجعل الآخرون هم الذين يحكمون لك وأنت تتبع. أنت لك عقل، الله عز وجل أعطاك العقل لكي تفكر، فلذلك بين لهم المسألة كيف تسير المسألة حتى يكون أخذ القرار. قال إنما أعذكم بواحدة، يبقى دي نصيحة، يبقى يتم قبول هذه النصيحة. لذلك احنا قرأنا في كتاب الله سبحانه وتعالى ان الرسل كانوا يقولون ذلك لقوم، وانصح لكم واعلم من الله ما لا تعلمون، انا لكم ناصح امين. دائما بيقولوا انا ناصح بس، يعني انا لا انازعكم في الدنيا التي انتم عليها، لا انازعكم لا في الملك ولا في الدنيا، ولكن انا ناصح امين، وانصح لكم اعلم من الله ما لا تعلمون. فلذلك قال إنما أعذكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى. إما أن كل واحد يفكر مع نفسه أو يفكر مع مجموعة، يبقى ده أمر إحنا نتناوله ونتداول ذلك أو نفكر سويا حتى نصل إلى قرار، يعني في ذلك الشأن وهذا الموضوع. أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، الأمر محتاج إلى روية كده، محتاج إن أنا أن نعطي نفسي الفرصة لكي أفكر في ذلك قبل الرفض، يعني قبل الرفض أو قبول. يبقى إن كان هو في رفض تعطي لنفسك الفرصة لا ترفض مباشرة كده، يعني لا ترفض، يبقى ده كلام مرفوض غير مقبول. طب اسمع الكلام الأول وانتبه إليه وتعطي لنفسك الفرصة. يبقى لازم يكون عندنا نوع من أنواع التروي ونوع من أنواع التأني، يبقى قبل إصدار قرار، قبل أن نصدر قرار، يبقى لابد يكون نوع من أنواع التروي، نوع من أنواع يعني التأني في أخذ ذلك القرار بعد التقييم وبعد الدراسة، بعد التقييم والدراسة. فهذه صورة. ولذلك قال إنما أعذكم بواحد، أن تقوموا لله مثنى وفرادى، إما بمجموعة مع بعضهم يفكرون، وإما أنك أنت أساسا يعني في خلوة تفكر في ذلك الأمر وتفند ذلك الأمر ثم تتفكروا. ما بصاحبكم من جنة، يعني أولا هو ليس بمجنون، ما عرف بذلك الأمر، لأن الجنون أنتم تعلمون يعني حال المجنون أو تعلمون كيف يظهر ذلك المجنون في تصرفاته، فهو ليس مجنون، ولكن ده الطعن، يعني المقصود منها الطعن عشان ينفروا الناس حتى يكون حاجز بين هذا الرسول أو ذلك الداعي وبين الناس. أما يقول أن فلان مجنون يبقى لا نستمع إليه، يبقى كونوا عندنا حاجز نفسي بيننا وبين هؤلاء. ودائما الإنسان بيستقبل الكلام وبيأخذ القرار بمجرد ما يصل إلى هذا الكلام دون أن يفكر ماذا كلام ممكن يكون خطأ، ده احتمال موجود، يبقى أنا نعطي لنفسي الفرصة لا أجعل الآخر والذي يحكم لي وأنا أسير خلف ذلك الآخر أو خلف حكم الآخر، ولكن ننظر إلى الحيثيات، ننظر إلى تفنيد هذا الأمر. ما بصاحبكم من جنة، مش معروف عنه الجنون، لأن الجنون ده لا يخفى على أحد، يبقى كلنا نتفق أن فلان مجنون لما احنا بنقول هذا الكلام، لأن ظهرت عليه علامات الجنون، يبقى بيعذب الكلام إلى غير ذلك، فكلنا عارفين الجنون وما ظهر ذلك الجنون. ما بصاحبكم من جنة، إنه إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، لكن هو جاء لكم بالنذارة والبشارة، يبقى بيحذركم يحذركم من عقاب ربكم إن استمررتم استمريتم على هذا التكذيب. يبقى إن استدمتم واستمريتم على هذا التكذيب يبقى احذروا أن يأتيكم ذلك العذاب الشديد. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، أنا لا أنازعكم في دنيا وما بطلبش على النصيحة دي أجر حتى تقولون هو غرض من هذه النصيحة الأجر، لا، ده هي كانت لوجه الله سبحانه وتعالى، إن أجر إلا على الله، هو على كل شيء شهيد، ربنا سبحانه وتعالى شهيد على ما أقول. فأنا لم أسألكم دنيا ولا أجرة ولا مال لهذه النصيحة التي أزديها إليكم، فهي نصيحة خالصة. يعني نقول والله ممكن نعترض عشان ده طالب مال، لا مش طالب مال، يبقى أنا أدعوك إلى الاستقامة على أمر الله. طب إيه الاستفادة اللي أنا بستفيدها؟ لما تفكر كده ما فيش أي نوع من أنواع الاستفادات الدنيوية، يعني لن أنا يعني أتقرب إليك بهذا الأمر، أنا ببتغي مركزا ببتغي مالا أبدا، يعني فلذلك خذ الأمر وتفكر وتماهل وتعطي لنفسك
الفرصة. يبقى أولا هو ليس بمجنون، يبقى دي تهمة منفية. ولذلك يعني وقال الملأ من قومي إن لنراك في ضلال مبين، قال يا قومي ليس بي ضلالة ولكن رسول من رب العالمين. ما بيش ضلالة، ما بيش جنون، ما أنا ساحر. يبقى هو نفى التهمة إجمالا كده، لم يقف كده يا ترى لماذا حكمتم بذلك الحكم، لا، ما أنا بمجنون، ما أنا بكاهن، ما أنا بساحر، ما أنا بشاعر، ما أنا يعني بكاذب. يبقى كل ده هي رد هذه التهمة إجمالا، وبين كده يعني أنا رسول رب العالمين لكي أبين لكم ذلك الحق الذي جئتكم به. فلذلك قال ما سألتكم من أجل فهو لكم، لو كنت أسألكم مال فده يعني لكم ذلك الحق، يعني كنت ترفضه، لكن لم أسألكم مالا ولم أنازعكم في الدنيا، إن أجري إلا على الله وعلى كل شيء شهيد. قل إن ربي يقذف الحق علام الغيوب، قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بل نقذف الحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ولابد ان احنا ان يستقر في النفس ان المستقبل لذلك الدين، حتى لو كنا في وقت من الاوقات او في مرحله من المراحل يعني في فتره زمنيه كان الظهور فيما يبدو لنا لاهل الباطل على اهل الحق، فهذا لا يستديم ولا يستمر. العاقبه للمتقين، نهايه يعني هذا الامر ان العاقبه للمتقين. لكن لما بيحدث اي نوع من انواع الخلل عند اهل الحق يبقى يخلون بذلك الحق الذي جاءهم من ربهم سبحانه وتعالى ويخذلون ذلك الحق، فحنجد أن أهل الباطل يعلون على أهل الحق عند ذلك، هي لدي سنة كونية. فعلى ذلك يبقى في خلل، إحنا نرجع ونصحح ذلك الخلل وبالتالي نعلم يقينا أن العاقبة المتقين. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. يبقى الباطل لا يتمسك أبدا أمام الحق، ودايما إحنا نؤكد أن الحق لا ينهزم، لا ينهزم أبدا الحق. يبقى الحق لا ينهزم، لكن قد ينهزم أهل الحق أمام أهل الباطل، وقد يكون العلو لأهل الباطل على الحق لكن لا يعلو الباطل على الحق، لأن ده حق منصور ومؤيد من قبل الله تبارك وتعالى. لكن أهل الحق يبقى في وقت من الأوقات يبقى عندهم ضعف، عندهم نوع من أنواع الخلل، عدم الاستمساك بذلك الحق ومناصرة هذا الحق بالصورة المطلوبة، فحنجد يعلو أهل الباطل على أهل الحق كنتيجة لتراجع أهل الحق. لكن الحق على ذلك يدفع به ذلك الباطل ويعلو ولا يعلى عليه، الحق يعلو ولا يعلى عليه. لكن يبقى في فترة زمنية كنتيجة تخاذل أهل الحق، تراجع أهل الحق، عدم استمساك أهل الحق بذلك الحق الذي جاء لهم من ربهم سبحانه وتعالى، يبقى خلل عندهم. قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. يبقى إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. يبقى ذي طريق الهدى. يبقى طريق الضلال هو في بعد الإنسان عن هذا الحق الذي جاء به الرسول، يبقى ده أدي ضلاله. أما الهدى في اتباعك لذلك الحق الذي جاء به الرسول، لذلك يبقى دي أدي الهداية، طريق الهداية. يبقى طريق الهداية يبقى في اتباعنا لذلك الحق. لو انحرف الإنسان عن هذا الحق يبقى ده طريق الضلالة. يبقى أنت بين أمرين، إما أن تسير في طريق الضلال وإما أن تسير في طريق الهدى. طب يا ترى السير في طريق الهدى يبقى باتباعك لذلك الحق الذي جاء به النبي، اتباع الوحي. يبقى نتبع ذلك الوحي. إن ترك الإنسان هذا الوحي المنزه من الله تبارك وتعالى فبذلك يكون قد سلك طريق الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال. يبقى إما أننا أتبع الحق، إن لم أتبع الحق يبقى كانت الأخرى. يبقى هداية الإنسان أو طريق هداية الإنسان يبقى باتباعه لذلك الحق الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء.
يبقى هذه علامات الهدى وعلامات الضلال. ولذلك قل لهم يا محمد، قل هؤلاء، قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. يبقى هذه مادة هداية الإنسان، هو باتباعه لذلك الوحي المنزل من الله تبارك وتعالى. وربك سميع قريب سبحانه وتعالى، يسمع دعاء العبد ويسمع مطالب ذلك العبد. قريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى مستوى على عرش فوق سماواته، بائن من خلقه ويعلم ما يفعلون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية. يبقى ربك استوى على العرش فوق سماواته، بائن من خلقه، وهو يعلم سبحانه وتعالى ما نفعل، يعلم. لا يعزب عن ربك سبحانه وتعالى مثقال ذرة لا في الأرض ولا في السماء، يعني لا يعزب عنه، ولو كانت أدنى من الذرة فهذا لا يغيب عن الرب المعبود سبحانه وتعالى. لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يبقى لما بيستحضر الإنسان هذه المشاهد يبقى لا يكل ولا يمل ولا يسأم من دعاء الله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا من قرب العبد لرب سبحانه وتعالى. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب، وقالوا آمنا به وأن لهم التناوش من مكان بعيد، وقد كفروا به من قبل، ويقذفون بالغيب من مكان بعيد، وحيل بينه وبين ما يشتهون كما فعل بأشيعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب، وقالوا آمنا به وأن لهم التناوش من مكان بعيد، وقد كفروا به من قبل، ويقذفون بالغيب من مكان بعيد، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. يقول ربنا سبحانه وتعالى رسوله ولو ترى، يعني إذ فزعوا حين رأوا العذاب، حين رأوا ما أخبرهم به النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما يعينوا الكلام ده وتقع بقى هذه الحقائق، انظر إلى ذلك، يبقى قال ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقن. احنا كم مرت علينا الآيات في هذه الصورة، وأصروا الندامة لما رأوا العذاب، وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. يبقى أصروا الندامة لما رأوا العذاب، بس هذا الندم والتأسف ده جاء بعد فوات الأوان. حيعينوا هذا الكلام وعند ذلك يصدقون فعلا أن الرسل جاءوا فعلا بذلك الحق، ولكن هذا الكلام ليس بنافع لهؤلاء، لأنه بينفع الإنسان قبل فوات الأوان، لكن بعد فوات الأوان يبقى لا ينتفع الإنسان بذلك. يبقى مهما أظهر من التأسف ومن الحسرة ومن الندامة، ويتمنى عند ذلك لو عاد مرة ثانية إلى الدنيا لكي يعمل صالحا، لكن كل ذلك يعني بعد فوات الأوان. هل ينظرون إلا تأويلا؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب آيات ربنا ونكون من المؤمنين. يبقى دي كانت الأمنية بتاعتهم، لكن دي الأمنية بعد فوات الأوان. ما احنا دعوناكم للإيمان، دعوناكم أن تستقيموا على أمر ربكم، دعوناكم أن تتركوا ذلك الشرك وهذه البدع، ولكن أنتم كان منكم الإصرار على أن تمضوا في ذلك الطريق، طريق بقى البدع الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى، وكانوا يستهزئون بما جاءهم به ذلك الرسول من الحق بربه سبحانه وتعالى. لكن لما حيعينوا بقى العذاب، لما يعينوا، يبقى كانت أمنية هؤلاء هي متمثلة في أمنية واحدة، لو ردوا مرة ثانية إلى الدنيا لماذا؟ لكي نعمل غير الذي كنا نعمل. يعني ولو طال ذوقف على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب آيات ربنا ونكون من المؤمنين. أدي أمنيتهم أنهم يعودوا مرة ثانية إلى الدنيا لكي يعملوا غير الذي كانوا يعملون، يبقى كي يعملوا الصالحات
ويتركون ما كانوا عليه من المخالفات والآثام والذنوب وما كانوا عليه من الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. ولكن هذه أمنية بعد فوات الأوان. إذا قالوا ربنا غلبت عليها شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإن الظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. يبقى تخيل إيه اللي يتمنونه عند معاينة العذاب، يبقى إيه اللي حيتمنوه؟ يبقى قد كانت آياتي تطلع عليكم فكنتم بها تكذبون. لما يقال لهم يقول ربنا غلبت علينا شقواتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، يا ترى يلبى لهم ذلك الطلب؟ قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ يبقى احنا بنقرا الآيات ما تمرش علينا هكذا، لكن دي كلها فيها تطمين للمؤمن وربط على قلبه وإقراء صحيحة بقى للأمور. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. يعني هذه حال الكفار، يعني حال الكفار لا تجد منه إلا الاستهزاء السخرية الانتقاص من أهل الطاعة وهكذا، محاربة شديدة جدا. فهو منشغل، شغله الشاغل هو يعني في تحطيم ذلك المنهج في نفوس المسلمين، ده شغله الشاغل، وصد الناس عن سبيل ربه سبحانه وتعالى بأي حيلة وأي وسيلة. وحطر منه الاستهزاء، طر منه الانتقاص. يبقى ده كلام احنا رأيناه مما فيما قص علينا ربنا سبحانه وتعالى من أحوال الأمم السابقة. هذه نوح عليه السلام ما كان بيصنع السفينة بأمر ربه سبحانه وتعالى، كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، كانوا يسخروا منه يعني بيستهزئوا، يعني دي مادة الضحك عند هؤلاء. فكذلك أيضا يعني كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى، ده حال المجرمين دوما حالهم. يعني عشان احنا تطيب نفس المؤمن ويربط على قلبه ويقرأ السنن الكونية، دي كلها فيها تعزية للإنسان وفيها تسلية أيضا وتسلية عن المؤمن. يبقى لما أنا أكون على بصيرة من أمري وما سنلقى في سبيل الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، يبقى لن تجد هذه الطرق مفروشة بالورود والرياحين، لا احتاجت عقبات واحتاجت من يستهزئ بك ومن ينكر عليك ذلك الأمر ومن يستهين بك وإلى غير ذلك. يبقى إحنا هتبقى لأنك التزمت واستقمت على أمر الله، يبقى هي دي مادة ضحك هؤلاء الذين أجرموا. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، ده حلوهم. وآدي الغمز وآدي اللمز وآدي هو ده أحاديث هؤلاء في نواديهم، وبالتالي رؤية هؤلاء لمن استقام عن رب سبحانه وتعالى إن ده في ضلال، ده ضل الطريق، ده انحرف كده عن الطريق. فانظر بقى ازاي بتزييف الحقائق وقلب الامور، كل ده من تزيين الشيطان، يعني كل ده مما زينه الشيطان لهؤلاء، وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. فكر دايما كده، طب يا ترى ليه؟ يعني احنا الحق باين اهو، لماذا لا يهتدون؟ لان الشيطان زين لهم اعمالهم، لما يكون عمله مزين هو بيظن هو على الصلاح، وإذا قيل أنه تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. لما تيجي أنت تنصح ده هو على الصلاح وأنت على الضلال، هو بيراك إزاي؟ كيف يراك؟ يراك أنك أنت على الضلال،
راك انك انت على الضلال وانه هو على صلاح، يبقى هيترك ما هو عليه ويتبعك؟ لا ابدا، يبقى لانه ظنا انه على الصلاح، وده من تلبيس الامر على اولئك، وهم زينوا عليهم الشيطان فهم لا يهتدون. يا ترى ليه لا يلمسون طريق الهدايه الا ما رحم ربي سبحانه وتعالى؟ لانهم يظنون انهم الحق. فمن زين له سوء عمل فراه حسنا، يرى عمله ده عمل طيب جدا او عمل ده مستقيم وصحيح، فده نتيجة ايه؟ يعني معايير عنده مغلوطة، القيم بتاعته والموازين كلها مغلوطة، كلها مغلوطة، فيبقى الوزن عنده وزن هيبقى مغلوط، دي نتيجة الطبيعية يعني. ولو طال فزعوا فلا فوت، لكنهم يا ترى يعني حيفوتوا من ذلك العذاب؟ لا، فلا فوت، وأخذوا من مكان قريب، يبقى يكبوا على وجوههم في النار، يكبوا على وجوههم في النار، يبقى فلا فوت أخذوا من مكان قريب، يبقى ولا طال يوقفوا على النار، يبقى ده هم لما شافوا النار بدأوا يطلبون ذلك المطلب، ولكنهم حيكبوا على وجوههم في هذه النار. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، فجأة كده، يبقى تخيل كده، يبقى هم حيساقوا سوقا إلى النار ويفتح باب النار مباشرة فجأة كده، فعلى ذلك يعينون ذلك العذاب فجأة، ثم يكبون على وجوههم في النار. وقالوا آمنا به، وأن لهم التناوش من مكان بعيد، أول ما يشوفوا كده هيعلنوا أنهم آمنوا بربي سبحانه وتعالى، وآمنوا باليوم الآخر، وهو كانوا بينكرونه، وأن لهم التناوش. إزاي بقى هيتناولوا الإيمان في اللحظة دي؟ فات الأوان، يعني فات الأوان، يعني زي ما احنا مرت علينا الآيات في سورة أو خاتيم سورة الأنعام، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. يبقى فيما الانتظار؟ إحنا كلنا بننتظر إيه؟ ما هو إما يأتينا ما إما ننتظر ملك الموت يأتينا، أو إن إحنا يأتينا رب سبحانه وتعالى يفصل بين العباد يبقى يوم القيامة، أو إن إحنا بننتظر تأتينا علامة من علامات الساعة الكبرى، سواء كان خروج الدابة أو طلوع الشمس من مغربها أو الدجال أو غير ذلك من العلامات الكبرى. فيما الانتظار؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك للفصل بين العباد أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك يبقى تطلع الشمس مغربها كده أو تخرج الدابة على الناس، فعند ذلك يؤمنون جميعا، حيث لا ينفع نفسا إيمانها إيمانها لم تكن أمنت من قبل أو كسب فينا خيرا. زي كده ما احنا قرأنا عن حال فرعون لما أدركوا الغرق، عند ذلك قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، يعني بس الكلام ده بعد فوات الأوان. يبقى باب التوبة مفتوح ما لم تغرغر، أي ما لم تصل الروح إلى الحلقوم، ما لم تطلع الشمس مغربها. فإذا طلعت الشمس مغربها ورأى الناس آمنوا جميعا، حيث لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا. يبقى إحنا في باب الساعة الآن، إحنا في الساعة، لو أنا أتوب إلى ربي سبحانه وتعالى فالله عز وجل يقبل منك التوبة، إن استغفرت من ذنبي فالله تعالى يغفر لك ذلك الذنب. لكن لما تصل بقى روح الحكم مهما تطلب خلاص أغلق باب التوبة، أغلق، يبقى تم غلق الدواوين وتم غلق باب التوبة. فإن تاب في تلك اللحظة لا ينتفع، إن آمن وأعلن الإيمان بعدما كان كافرا يبقى لا ينتفع خلاص، ده التوقيت اللي هو لا يقبل منه أي عمل ولا يضاف إلى رصيده خلاص. وقالوا آمنا به وأن لهم التناوش من مكان بعيد، يبقى الكلام ده خلاص كان ممكن ينتفع بذلك قبل أن يعاين، لأن المطلوب الإيمان بالغيب، لكن لما يكون الغيب ده شهادة خلاص، يبقى لما يأتي الإنسان ملك الموت ويرى بقى يري مقعده من النار أو ما ويطلب بعد كده النجاة خلاص، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا، يعني خلاص مش هيرجع، يعني ليه؟ خلاص هو عين دلوقتي. يبقى ملك الموت ده غيب بالنسبة لنا، احنا بنؤمن بالملائكة، ده ايمان بالغيب، الايمان بالملائكة ده ايمان بالغيب، احنا بنرى الملائكة
ونؤمن بملك الموت وأن هذا هو الملك الذي وكله الله عز وجل بقبض الأرواح. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، يبقى ده الملك الموكل بقبض أرواحنا. فيأتينا ملك الموت على إحدى صورتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كل ده احنا عارفينه، احنا بنؤمن بالغيب، احنا لم نراه لم نعاينه لم نشاهده قبل ذلك، لكن ده إيمان بالغيب. فحياتينا ملك الموت عند الاحتضار بقى حنرى أنا ملك الموت حنراه، يبقى كان غيب أصبح الآن شهادة. يبقى احنا بنؤمن بالجنة ده إيمان بالغيب، نؤمن بالنار ده إيمان بالغيب. فعلى ذلك احنا لم نرى هذا الامر، لكن لما ياتي ملك الموت حوريك بقى يعني على حسب ما قدم هذا العبد من اعمال، اما يري مقعده من الجنه او مقعده من النار. لما يشوف ذلك المجرم الفاجر مقعده من النار يبقى عند ذلك يتمنى، لان الروح لسه لم تنزعه بعد، ولكن ده في اللحظات الاخيره لم تنزع. فعند ذلك قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما ترك. كلا، يعني ما فيش بقى رجوع خلاص، عين أصبح الغيب ده شهادة. فيبقى خلاص مرئي بالنسبة له، فأنت خلاص يختم على عملي. عشان كده بنقرأ من كتاب سبحانه وتعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني، يأتي الموت أو ربي لولا أخرتني أجلا قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. مش حقيقة مش هيتأخر خلاص، يبقى أصبح دلوقتي كان غيب أصبح شهادة، ما ينفعش بقى الإيمان. لا ده كان مطلوب مننا الإيمان بالغيب، فنحن نؤمن بالغيب. يبقى الجنة دي غيب بالنسبة لنا، طب النار غيب بالنسبة لنا، ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم غيب بالنسبة لنا، يعني نؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به، مع ان كل ده غيب. الملائكه الايمان بالملائكه غيب، الايمان بالله غيب، لان احنا لم نرى رب سبحانه وتعالى، ولكن انا اؤمن بالله عز وجل وانه سميع بصير يعني ملك قدوس وهكذا. يبقى ده ايمان بالغيب. كل ذلك يبقى لما يكون معينه وشهاده يبقى ده شهادة، ده المعينة دي هي الشهادة. فما ينفعش بقى الإيمان بالغيب ده كان نؤمن به، لكن بعدما أصبح شهادة يبقى لا ينفع إيمان ذلك. وأن له تناوش من مكان بعيد، هيتناولوا الإيمان إزاي وهو خلاص يعني يعني انتقلوا من حال إلى حال؟ فهيات هيات أن يقبل منهم ذلك الأمر، وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. يبقى كانوا بيحاولوا دحض ذلك الباطل بهذه الشبه وتلك الأباطيل التي كانوا يزعمونها ويدعونها، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشعيم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. وحيل بينهم وبين ما يشتهون، خلاص حيحال بينك وبين الدنيا. لو أنفق يعني كل عمري من أجل يعني الحصول على هذه الملذات والشهوات، يبقى كان بيسعى كده أن كل أولاد عشان يسعى بيهم في الدنيا، بيسعى أن يكون عنده مال عنده سيارة عنده كذا عنده كذا، فكره كله في الحصول على متاع الدنيا. طب بعد ذلك حيحال بينك وبين ما تشتهي، يبقى هيحال بينك وبين الشيء. تخيل بقى الانسان بيعمل وبيمضي يعني عمره باكمله كده من اجل الوصول الى متاع الدنيا، وبعد ما وصل لمتاع الدنيا هيحال بينك وبين هذا المتاع كما فعل بالشعيم من قبل، زي ما فعل بالاخرين ما كانوا في جنات وزروع وفي مقام كريم ونزع منهم ذلك الامر. يعني لما ننظر كده الى قارون، يعني كان في متاع ما بعده متاع، وبعد ذلك أخذ قارون وهلك قارون، وحيل بينه وبين يعني ما يشتهي. يبقى الموت حيحيل بينك وبين ما تشتهي. يبقى مهما جمعت من الدنيا فأنت إلى فوات، إلى زوال، حيحال بينك وبين ما تشتهي. فعلى ذلك طب أنا يعني إيه المطلوب؟ خلي الرغبة متجهة إلى الآخرة، خلي الرغبة متجهة إلى الآخرة، تدخر هذه الأعمال للآخرة تطعم بها، يعني ما تشتهي ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. كل اللي هتشتهيه هتجده، بس شتان بين الأمرين، شتان. هذا متاع لا يزول ولا يحول لا ينقطع، لكن ده متاع مهما كان حينقطع.
ما أنا أفكر كده هذه متاع ينقطع متاع لا ينقطع. طب أنت تفضل أي المتاعين اللي هو لا ينقطع لا ينقطع، أما اللي هو حينقطع فدي لحظة وكأني أشعر فيها بالسعادة للحصول على هذه الشهوة أو تلك الملذات، لكن حتنقضي ويحل بينك وبين ذلك. ولذلك وحيل بينه وبين ما يشتهون كما فعل بالشاعين من قبل. يبقى عندك انت يعني احوال الامم السابقه، طب اقرا الكلام ده. يبقى هم ازاي تركوا يعني هذا المتاع ما بعده متاع، كما قرانا الايات الم ترى كيف فعل ربك بعاد انما ذات العمل التي لم يخلق مثلها في البلاد. حضاره مدنيه متقدمه جدا جدا. وآدي ثمود إزاي كانوا بينحتون من الجبال بيوتا، وإزاي كانوا يقيمون القصور على الأنهار. متاع متاع ما بعده متاع، ولكن أين ذهب ذلك الأمر؟ وحيل بينه وبين ما يشتهون كما فعل بأشيعهم من قبل، زي ما فعل بالأمم السابقة. يعني كيف حيل بين هذه الأمم وبين ما كان عندهم من متاع الدنيا؟ إنهم كانوا في شك مريب، إنهم كانوا في شك مريب، فلذلك أنهم لم يؤمنوا بربهم سبحانه وتعالى. فأنت معك الإيمان، أنت معك القرآن، فما فيش متاع أبدا في الدنيا يقف أمام ذلك المتاع، ألا هو يعني لذة الطاعة والعبادة، لذة أنك أنت تعفر وجهك لله سبحانه وتعالى. لا يعني تقف أي متاع من متاع الدنيا أمام تسبيحة واحدة تسبيحها لربك سبحانه وتعالى في جوف الليل، لا يعني لا قيمة ولا وزن للدنيا أمام أنك أنت توفق أن تتوضأ ثم تقف قائما بين يدي الملك الديان سبحانه وتعالى، تركع ركعتين بالليل تناجي فيها الرب سبحانه وتعالى. فعلى ذلك والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. لكن الدنيا إذا ولما بيّن لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى لازم دي أمور تستقر داخل النفس، لأن احنا عارفين الكلام ده، لكن لم يستقر بعد في النفس. لو استقر في القلب يبقى حالي أنا يعني حيتوجه توجه آخر، حستقيم فعلا عامر الله. لما احنا بنقرأ كده واضرب لهم مثل حال الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. الدنيا وتزول إزاي؟ المال والبنون زينة الحياة الدنيا، زي ما حتزال الدنيا حيزال كل ده برضه. طب والباقيات الصالحات، العمل الصالح ما فعله بقى خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فلذلك حيحال بينك وبين الشيء، أي حاجة بتشيها انظر كده ودقق النظر حيحال بينك وبينها أي حاجة. ده الواحد بيحب أولاده يعني حب شديد جدا حيحال بينك وبينهم، أحب مثلا أبوي حيحال بينك وبينهم، حيحال بين وبين كل الشهوات والملذات والرغبات اللي انت بتسعى إليها كما فعل بأشعار من قبل، زي ما حدث مع الأمم السابقة. ما هم زي ما احنا كنا بنتمتع كده، هم كانوا يتمتعون وبعد كده رحلوا وتركوا ذلك المتاع حيل بينهم وبين ما يشتهون، انهم كانوا في شك مريب. يبقى كانوا لم يؤمنوا بربهم سبحانه وتعالى ورغبة هؤلاء كانت منصرفة إلى الدنيا. يبقى ده احنا بنتعلم يعني سارع وبادر إلى الأعمال الصالحة قبل أن يحال بيننا وبين ذلك العمل. وده كان تألم الصحابة رضي الله عنهم عندما كان يأتيهم الموت، يعني كان يعني فزعوا كله أنه حينقطع عن صوم النهار وعن قيام الليل وعن الطاعات، ده همه. شوف هم الصحابة كان إيه، يعني هم الصحابة أن الموت حينقطع بالموت عن فعل تلك الطاعات، كان سعادته كلها في ذلك الأمر كما سعادة أهل الدنيا في الدنيا، ولكن شتان بين الأمرين. شتان دي سعادة كده لحظية وقتية، سعادة نقول عنها سعادة مزيفة، لكن دي كانت سعادة حقيقية حقيقية، يجد ذلك في حلقي ويجد ذلك في قلبي، ده بالإضافة إلى الثواب الذي ينتظر ذلك الطائع رب سبحانه وتعالى في الآخرة. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بالشعير من قبل إنهم كانوا في شك مريب. لذلك القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.